كانت البداية برنامج ظل الكلام. طبعا اختيار صديقي رعد انه اقدم برنامج شعري. ما اوصف لكم احساسي باول حلقة، احساس اللي كان فارق اهله وبعيد عنهم ومغترب ورجع لبيته، احساس نهر دجلة لما يفتر الدنيا كلها ويجي ينام بهدوء وبحنية على ضفت الموصل، احساس اللي يلقى دفتر مذكرات طفولته ويبدأ يقلب بيه صفحة صفحة ويتذكر هاي الذكريات الجميلة والرائعة ورقة ورقة. وهيجي كان، وهيجي كانت الحلقة الأولى من برنامج ظل الكلام بطعم العودة للبيت، البيت اللي اشتاقيت له واشتاق لي، البيت اللي فارقته مجبر وفارقني، البيت اللي ضم أجمل الذكريات وأروع اللحظات، البيت اللي احتوى عمري كله. رجعت للبيت بأول حلقة من ظل الكلام.